السلام عليكم. أنا اليوم بغيت نشارك معكم هذا الموضوع. هو سؤال ربما مفروض كل واحد منا يطرحه على نفسه، ربما أماني، وغادي نحاولوا نخرجوا بشي خلاصة. عموما هذا السؤال تفرجت واحد الفيديو صغير ديال لطيفة أحرار. عموما انا ما نقدرش نقول لكم بانني تنتفاهم مع جميع اللي تقولوا، انا ما يعني نوعا ما تفرجتش فيها في المسرحيات ديالها بزاف، يعني نوعا ما تفرجت في المسرحيات اللي تتقدموا في التلفازه او في الافلام اللي تتقدم في التلفازه، لكن خارج هذاك الشيء تقريبا ما شفت شيء. يلا سمعت لقطات وسميتو، لكن بالضبط ما نقدرش نحكم سميتو. نقدر بان بعض الحوايج ما نتفاهمش معها في الافكار ديالها او سميتو، ولكن رغم ذلك تنعتبر هذيك حريه شخصيه، تنحترم هذاك الموقف كيف ما بغى يكون، سواء عجبني ولا ما عجبنيش، لكن انا تنامن بالحريه الى ابعد مدى، لان تنعتبر تقييد مجال الحريات هو تبرير الاليه الاستبداد. وبحكم بانني تنرفض الاستبداد، يعني شيء طبيعي بانني الاخر رغم نختلف معه تنامل بان بحقه في الحريه الى ابعد مدى، يعني بان الحريه بمعنى المطلق مادام ما تسببش اذى بشكل مباشر للاخر فهو حر يقول اللي بغى، خصوصا مادام ما تيديرش شي حاجه اللي توشي الناس، يعني توشيهم يعني بشكل مباشر، فهو حر يعتقد او يفكر او يقول. هذه مساله حريه شخصيه سنعتبرها بان سميتو يتصرف في راسه في حدود، يعني تبقى هو مسؤول على نفسه الى ابعد مدى. في هذا المجال انا تنامن بالحريه بمعنى مطلق بدون سميتو، رغم في التفكير ديالي ربما اختلف يعني مع الاخر، لكن هذا ما تعنيش بانني نقيد الحريه ديالو بمجرد نختلف معه، نوعا ما تنمكن لي نحترم الحريه ديالو. عموما فالموضوع اليوم هو ماشي مجال الحريات اكثر ما هو مجال اخر، ونبغي كي تيقولوا نبداو بالسؤال اللي غادي يمكننا، غادي نسمعوا مقطع بداية الفيديو، لأن أنا غادي هنا هو غير مقطع من حوار معها، وغادي نبداو بجزء من هذاك المقطع، من بعد غادي نكمل نخليه ونسمعوا الكلمة ديالها إلى الآخر. عموما أنا في هاد البارتي اللي اختاريت نتناول فيها موضوع، انا مقتنع معها الى اقصى مدى، يعني في هذا المجال انا اللي غنعرضه انا مقتنع معها. حوايج اخرى يعني تتبقى مسائل نسبيه مش مطلق. عموما غنسمعوها، ومن بعد هذاك بدايه الكلمه غادي نتاخذوها كسؤال، وغادي نحاول نوصل النتائج به. بسم الله. سمعنا السؤال، لو كان الناس تتقرأ، اتجهنا للحاج جوجل وقلنا نعطيو هاد لي كيستيون، اتجهنا للحاج جوجل وقلنا نعطيو هاد لي كيستيون ونشوفوه شنو غادي يعطينا. اتجهنا لجوجل وقلنا غادي نكتبوا عليه لو كانت الناس تقرا، وبغيت نعرف شنو ممكن يعطيني جوجل على هذا السؤال بالصفحه ديالو العربيه. الحقيقه انا محيت طرحت السؤال وجاوبني اعطاني بان كاين عنده بشكل مباشر او غير مباشر
كاين 764 ألف صفحة اللي تتكلم على هذا كلمة من هذه الكلمات بشكل مباشر أو غير مباشر. تبدأ أن أن تقرأ أفكار الناس، هنا تبدأ تيقول لك تتكلم على قراءة الأفكار الناس، ما تتكلمش على القراءة. مع الأسف مشى الموضوع آخر ما عندوش علاقة. بدات تتكلم موضوع خاص بحالة نفسية. لو كنت قادر أن تقرأ أفكار الناس، يعني تتكلم في موضوع آخر، تسافر بسرعة الضوء ولا تقرأ أفكار الناس. مستشارك خاص، الناس تقرأ أفكاري، عندي مشكلة، هي هناك من يقرأ أفكاري، وأيضا أنا لا أستطيع خروج أو مقابلة الناس، لأن الكل يعلم أني سيء مرضت أمي بسبب وجهي، تعاني ولا تدري ما حال بي. أوتوماتيكمون اتجهنا للأمراض النفسية. لكن كسؤال عميق، لو كان الناس تقرأ، جوجل ما عطانيش بالعربية هذا السؤال، حتى أقول هذا السؤال فلسفي، ما عطانيش يعني سميتو شي مقال، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، تيحاول يعالج هذا السؤال العميق اللي هو سؤال حضاري، واللي هو تي يعني تي نعمق بحال دابا حنا كمسلمين، يعني اول بداية سورة نزلت ديال القرآن تقول اقرأ، فيعني بأن يعني جوجل يعني بأنني يعني اتجه اعطاني شي حاجة اخرى خارج، وكأن يقولنا بأن هذا السؤال ما مطروحش عندنا في احنا العرب، هذا السؤال ما مطروحش عندنا مع الأسف. لكن نقبطوا هذا السؤال نترجموه لغة أخرى نشوفوا شنو غادي يعطينا. غادي نتجهوا للإنجليزية، اكزومبل الإنجليزية نتأكدوا بأن السؤال ما فيش مشكلة، ترجم بشكل صحيح. إذا كان الناس قارئة، إذا كان الناس قارئة، أوكي. هنا نشوفوا شنو عطانا. شوف الأولى يعني الصور، أبغى أشوف بالعربية، ما عطاناش صور بشكل مباشر للقراية، لكن الإنجليزية شوف الصور اللي عطانا متعلقة قراية بشكل مباشر.
وانت من ضمن ما اعطانا، اعطانا مفكر نعم شومسكي، يعني اوج الفكر في امريكان. ف يعني كانت يقولنا بان هذا سؤال عميق، يعني سؤال تتعلق المصير البشرية ومصير الأمة والحضارة. هنا تيقول لك يعني المقال الأول تيتكلم ثلاث تقنيات لقراءة الناس. هنا تيتكلم كي تيقولوا أعطيك موضوع عملي خاص بالقراءة. تيقول لك إذا كنت تقرأ عدد قليل من الكتب في عام 2017 اقرأ هذا. أرسموكي مكتب تحقيق فيدرالي، أسرار قراء لقراءة الناس. تيبحثوا علاش الناس تقرأ، حنا تنبحثوا علاش، حنا تنطرحوا السؤال علاش الناس ما تقراش، وما تطرحوا السؤال علاش الناس تقرا. يعني هل أنت حق جد جيد في قراءة الناس كما تعتقدون؟ يعني أسئلة عميقة. انت من ضمن سميتو هنا ديالك، يعني تطرحوا اسئله وجوديه، ماذا سيحدث اذا اختفوا البشر من كوكب الارض؟ ماذا لو عمري ليست سوى مجموع عقل؟ عموما هنا تطرح مجموعة ديال الأسئلة عندها علاقة بالقراءة والفكر والعقل والحضارة، كل مجال اللي ممكن كي تيقولوا اللي تطلع له البشرية تلقاه في الصفحة الإنجليزية موجود، لكن العربية تتكلمنا غير عن الأمراض النفسية، أشخاص متضايق لأن يعني الآخرين تقرأ الأفكار ديالو. يعني هذا مريض بالوسواس وخصو من الصحة النفسية، وزيد يعني تقريبا جميع المقالات غادي في هذاك المنال. فيعني أنا ما عرفتش واش هذه، يعني هذا الطريقة ديال المواضيع اللي موجودة في الصفحات العربية في جوجل، واش هي تتعبر عن الواقع العربي بهذا الشكل المأساوي، أو بأن جهة أخرى يعني بأن حولت هاد كي تيقولوا هاد المنصة، يعني بأن تعطينا غير كل ما هو، يعني مجرد نطرح السؤال تقلبنا على أتفه أشياء وطرحها لنا قدامنا باش نقراو حنا هذاك الأتفه أشياء، وما نقراوش شي حاجة اللي ممكن تزيد تنمي العقول ديالنا، لأن العقول ديالنا بحالها بحال لي ميسكل، بحال الجسم ديالنا. كيف تينمو الجسم خاص حتى العقل ينمو، فالعقل اللي ما تنغديوش ما تيبقى مسكين ضعيف هزيل كي تيقولوا، ما عنده قوة للصراع، صراع فكري حاد. والأشخاص نوعا ما اللي تيكون ما تيقراوش، يعني بأن التفكير ديالهم يعني نوعا ما تيكونوا عنيفين بسبب ما تيكونوش يقراو، وتفكروا يعني بطريقة عنيفة نوعا ما. ماشي كلهم، كاينين اللي متخلقوا واخا ما قاريش وداك الشيء، لكن تتبقى يعني بخصوص حنا الآن في هذا العصر اللي الإعلام والصورة وتتفرض عليه هذاك المشاهد العنيفة وداك الشيء اللي تتأثر عليه وتتخليه بشكل عنيف، والفكر ديالو تيكون مازال
مازال التفكير ديالو يعني بدائي، يعني مازال التفكير ديالو مازال بحال تنقولو مازال صغير في التفكير ديالو، بحكم بأن العقل ديالو متنماش لأنه ما تيقراش. لكن في نفس الوقت تيقرا ما تيعنيش راه تيطرح الأسئلة، لكن وسط القراءة حيت تنمى القراءة تما تبدا الأسئلة. وهذا تنعتبر بأن الأسئلة هي مجال تربوي، يعني تربي الطفل على السؤال تيكون كمنهجية ديال سميتو. لكن شخص تيقرا يعني نوعا ما تما توصل السؤال تيوقع له واحد تراكم فكري معرفي، هذاك التراكم المعرفي اللي تيوصل لواحد المستوى يعني تيولي عنده في ضمن المحتوى ديالو، خصوصا حتى يكون تيقرا قراءة حرة ضمن المحتوى ديالو تيدخل في إطار متناقضات، تيكون قارئ أشياء متناقضة، فهنا تيولي العقل تيطرح السؤال. لكن عموما تيمكنك بحال دابا نقولو تنمية قدرة الطفل على طرح السؤال تيكون ممكن، يعني تيطور آلية ديالو المعرفية إلى تربى على طرح السؤال في الصغر، يعني بأنه ضروري خصو يطرح السؤال وعلى الآخر يبذل مجهود الإجابة قدر المستطاع، أو يطرح السؤال ويحاول يبحث عن الإجابة. وهذه يعني بأن هذه هي سنة الله في الكون، يعني البشرية من بداية الخلق تطرح أسئلة وتتحاول تجاوب عليها، أو تتخلي السؤال الأجيال اللي من بعد منها تجاوب على ذلك السؤال. عموما أنا بأن هذا الموضوع اللي ديال القراءة حقيقة بأنه يعني ما يمكنناش نتكلم على مستقبل أو حضارة أو حتى ديمقراطية أو شورى أو يعني أو تنمية أو بزاف ديال الحوايج إلا ما تكلمناش على القراية تولي كجزء من الحياة ديالنا اليومية. وانتشار الجهل يعني بأن تين تين يعني تيعشش فينا الاستبداد وتيمكن له يدير فينا ما بغى. عموما أنا بغيت نشارك معكم هذا الموضوع، ونتمنى يعني اللي يتفرج في هذا الفيديو عنده أسئلة سميتو ممكن في المستقبل نديرو فيديوهات نحاول نتناقشوا بعض الأسئلة اللي ممكن تطرح. يعني نقدر أنا ما غادش نقول لكم، أنا غادي نعبر على ما غادش نتكلم على الحقيقة بمعنى مطلق، لأن حتى واحد ما تيملك الحقيقة بمعنى مطلق، ولكن غادي نعبر على وجهة نظري الشخصية. يعني سميتو مبدئيا أنا تنعمل بالحقيقة النسبية اللي هي تتعتبر كمنهجية للتطور المعرفي، يعني كل ما تيكون عندك كثرة الثوابت في التفكير ديالك كل ما تيكون عندك بأن صعوبة تطرح السؤال. لكن كل ما قللتي نسبة الثوابت عندك كل ما تيمكن السؤال يكون ممكن إعادة صياغة السؤال. عموما موضوع كبير، لكن أنا تنقول بأن القراءة عندها عدة فوائد. الأولى أنا تفرجت واحد صورة صفتها شي شخص في واتساب بين مغاربة، قالك بأن كاميرات المراقبة بين بأن مجموعة دول منها دول متقدمة بأن كاميرات المراقبة دايرين هذوك الكاميرات ديال اللي تيراقبوا، لكن في بلاصة الصورة خاصة بالمغرب داير عيالات تطلعوا من السطوحة. رغم بأن داك كي تيقولوا تجسس أو النميمة هي ظاهرة عالمية ماشي خاصة بشعب معين، ولكن تيمكن لها تكثر عند بعض الشعوب أكثر من شعوب أخرى نتيجة عدة عوامل، يعني منها الفراغ، وبنادم ما عندوش كيش يستعمل
يستغل الفراغ ديالو، او يعني تتكون حالة نفسية شخص يعني نوعا ما. فبالنسبة للمجتمعات التي يكون فيها نسبة الأمومية كثيرة، شيء طبيعي بأنك غادي تلقى النميمة وغادي تلقى التجسس بنسبة عالية، بحكم بأن الإنسان عنده فراغ وخصو داك الفراغ يعني يشغله يعمره، وبحكم ما عندوش باش يعمره يعني ما تيقراش، ما تيملك شي حوايج معينة اللي تساعده يعمر هذاك الفراغ، منها عمل تطوعي في جمعيات أو في منظمات أو الأعمال الإنسانية ولا كشي. فهاد المسائل هو بحكم ما تعرفهاش، والخبرات ديالو تكون قليلة في الحياة ولا كشي، ما تيقراش. إذا شيء طبيعي بأن غادي تكون نميمة، والتجسس غادي تكون تتقبط واحد الحيز إلا من رحم ربك. يعني كاين أشخاص واخا ما قاريش وكدا تيمكن له يتلهى، كاين منهم اللي تيتلهى كي تيقولوا حرق النابع الأفلام، ولا يتلهوا بالتلفازة. التلفازة ولات تقبض حيز كبير بحكم الناس ما عندهاش كي تيقولوا ما عندهاش كي تيقولوا قدرة للقراءة، ما عندهاش خبرات، ما عندهاش بزاف ديال الحوايج. وفي نفس الوقت البرامج اللي بحكم العقول ديالها مازال صغيرة، فالبرامج اللي تعرضوا ديال الافلام سميتو يمكن لا تتواكب القدرات العقلية ديال المجتمعات ديالنا. فعلى داك الشيء بان الناس تتفرج في افلام بزاف اكثر من حاجة اخرى، بحكم بان الافلام ما تحتاجش واحد المجهود ذهني. علاش؟ لان العقول ديالها ما تربطش الناس باش كي تيقولوا القدرات العقليه تستوعب ما اكثر مما يعرض. عموما تنتمنى هذا الفيديو يعني يعجبكم، وانا سعيد باش نشاركوا الموضوع. شكرا. لو كان الناس كتقرا غادي نفهموا بزاف الحوايج، حيت ملي كنقراو كنتعلموا بعدا غير ناخدوا لحظة ونشوفوا راسنا في الكتاب، نشوفوا راسنا في دوك الكلمات، نشوفوا ماشي نحفظوا بحال الببغاوات، لا نقراو ونحللوا، باسكو التحليل مهم ايضا، ونقراو الحوايج اللي كتعجبنا والحوايج اللي ما كتعجبناش، حيت راه وجهات النظر للحياة مختلفة. ونقراو الفلسفة، ونقراو الفكر الإسلامي، ونقراو الشعر، ونقراو الأدب، ونقراو الرواية، ونقراو لي بوند ديسيني، ونقراو شتيرا غير في الفيسبوك، نقراو لي ستاتوي د بعضياتنا، بعض اللحظات كتلقى بنادم كيلايكي ما عارفش شنو كيلايكي هنا. يعني نقراو بعمق. لو كان كنقراو وعوض ما نممو ويتوسا، نقراو في التراموي، نقراو في الطوبيس، نقراو في الجردة، نقراو في الجامع، نقراو في المدرسة، ما نقراوش غير داكشي اللي كيعطيونا حيت غندوزو امتحان، حيت سهلة نقرا باش ندوز امتحان، ولكن إلا قريت أنا باش نفهم الحياة، حيت ملي كتقرا كتعرف راسك، ملي كنعرفو راسنا عاد كنعرفو العالم، اللي ما كيعرفش العالم خصو يشوف راسو في المراية ويقول أي ما كنعرفش راسي، دونك ما يمكنش نقول انا كنعرف الاخرين. زوينه القرايه باش غير حيت كتنفكوا الخط، لا القرايه كتخلينا كنفهموا وكنعذروا وكما كنحاكموش.